يا ابويا قروشتنا انت واخوك. شكش عويض الله من شرك، خلي الليله دي تعدي على خير. واذا ما عديت ايش حتسوي؟ ابى افرشك انت واللي معك. ايه تفرش مين يا ابوي؟ اسمع احمد ربك اننا جالسين معك ونعاونك عشان تسافر معنا. لا يا شيخ، وين ساعدتوني الا نكبتوني وبغيت تضيعون الولد. اقول لا عاد اشوفك، لا انت ولا انت ولا انت. تفهم ولا ما تفهم؟ سري مرحة مرد غفيذ انا، وش اسوي له انا؟ ياهو.